السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبائي الكرام. بعد مشاهدة هذا المقطع أبغاكم النشر لجميع من حولكم، لإخوانكم أقربائكم جيرانكم، يعني عسى يستفيد من هذا المقطع اللي يعاني من حساسية والربو في خلال عدة سنوات. الليلة صارت مع معجزة، والله ما أسميه إلا معجزة. يعني قبل شهر ونص تقريبا استيقظت صباحا وبدأت عندي قهقهة شديدة خلال هذه خلال فترة شهر ونص تقريبا، مع انه لم يكن عندي حمى ولا الحراره ولا شيء، وما يعني ما كنت اشعر الجسم متعب، بس يعني قهقه يعني مستمره، فيعني مع عدم يعني مع تكتم النفس. اسمه رحت الطبيب فحصت الرئه، الحمد لله لم يكن هناك التهاب، بس قالوا ان عندك حساسيه قويه تحولت الى ربو. استخدمت وتناولت جميع الأدوية اللي ممكن تناولها، يعني سبحان الله، من مضاد حيوي والأدوية عن حساسية، وكنت أخذ الأكسجين كمان، الحمد لله سويت الحجامة، وكنت أخذ بعد حبة البركة، بس هذه كله كانت يعني تفيدني يعني للفترة معينة، يعني تقريبا يعني تفيدني ساعة ساعتين، وبعد ذلك يعني يرجع الوضع، يعني ترجع لهذه القهقة. يعني مع أني يعني في الليل ما أقدر أنام، يعني حتى بعد الأحيان كنت أنام جالسا، مع أني ما أقدر أنام في يعني راقدا، وكذلك إذا تقلبت في الفراش يعني استيقظ من شدة القهقة يعني 4-5 مرات في الليل تقريبا، سبحان الله. يعني وغير الوضع، مثلا إذا كنت راقدا جلست تبدأ القهقحة، إذا قعدت جلست يعني قعدت تبدأ القهقحة، إذا طلعت تحول يعني تحول من الدفئ إلى البرودة قهقحة، مثلا خروج من المنزل إلى الشارع قهقحة، والعكس كمان. وإذا سويت أي حركة بسيطة كذا تبدأ القهقحة. ما أقدر يعني أقرأ الآية إخواني، ما كنت أقدر أقرأ الآية بالنفس الواحد، لأن ما يكفينا النفس يعني تبدأ القهقحة، وتعبت من هذا سبحان الله. البارحة رحت عند أحد الأخوية، فسبحان الله هو شرى الحبات السوداء ويعصر في البيت، بس هذا زي سبحان الله يعني مو أسود الغامض، يميل إلى الأخضر، هذا هو الأصل. فسبحان الله أخذته، أعطاني ملعقة الطعام أخذتها الحمد لله، ربعها ابتلعت، والبقية يعني ثبتت ما بين الحنجر والفم خلال 3-5 دقائق تقريبا، بعد كذا ابتلعت المحتوى كل. والحين قولوا ما شاء الله، سبحان الله، الليلة نمت وما شعرت بأي تعب، الحمد لله. و يعني استيقظت وكذا قمت، يعني ما يعني عادة إذا قمت يعني تبدأ قهقهة، الحمد لله لم تكن هناك أي قهقهة، صليت وقريت يعني مو آية آيتين ثلاث بنفس الواحد بالمقامات وكذا، يعني سبحان الله كأني يعني بخطوة واحدة رجعت إلى شهر ونص الوراء، يعني كأن لم يكن عندي أي ربو، سبحان الله. عادة يعني المرض يعني يروح تدريجيا، بس هذا يعني كليا راح مرة واحدة، كأنه لم يصير هناك شيء. فسبحان الله، هنا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه إمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة البركة شفاء من كل داء إلا السام. وقال ابن شهاب: السام هو الموت. ف يعني حتى قبل 5 سنوات تقريبا التقيت مع احد الاطباء كذا المشهورين، مع احد البروفيسور قال لي من سويسرا، كان هذا اظن البروفيسور، قال بسم الله عندكم يعني حرام عليكم تشتكون على اي مرض، فعندكم حبه البركه تقتل جميع الميكروبات، خاصة يا إخوان الكرام في أيام هذه، يعني مع أنه انتشرت هذه الوباء وهذه الأمراض القاسية، علينا بمحافظة على تناول حبة البركة. سبحان الله، قبل 14 قرن لم تكن هناك أي الوسائل أي التقنيات، يعني سبحان الله يعني هذه لم تكن هناك أي وسائل تقنيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عليكم بحبة البركة، فأنا جربت على نفسي، فهذا الشعور السعادة الداخلية اللي شعرتها الليلة أبغى يعني يعرف الجميع، وكل اللي يعاني من هذه المشاكل اللي كانت عندي يجرب هذا، وبإذن الله سبحانه وتعالى يجد الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الخير.